أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: الشعر الذي على الخدين عند الرجل هل هو من اللحية، وهل تجوز إزالته؟ وشعر اللحية تحت قبضة اليد هل يحلق أم لا؟ اللحية معروفة في لغة العرب، هي ما ينبت على العارضين، ما ينبت على العارضين وعلى الذقن، هذه هي اللحية، ما ينبت على العارضين بجانبي الوجه وما على الذقن وهو أسفل الوجه، ملتقى اللحيين من أسفل الوجه، هذه هي اللحية. وأما ما ينبت في الخد بعيدا عن العارضين، ما ينبت على الخد بعيدا عن العارضين فلا بأس بأخذه وإزالته، لأنه ليس من اللحية، ولكن الغالب والحمد لله أنه ما ينبت في الخد شيء، هذا هو الغالب. لكن لو قدر أن بعض الناس ينبت في خده شعر فله أن يزيله، لأنه ليس من اللحية. أما اللحية فتترك على ما هي عليه، ولا يقال إنه يؤخذ ما زاد عن القبضة، هذا غلط، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية وإعفائها وإكرامها وإرسالها، فلا يجوز التعرض لها بقص أو بحلق، بل تترك على هيئتها، لأنها جمال ولأنها كمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة، فيتركها على ما هي عليه ولا يتعرض لها بقص أو بنتف أو بحلق أو غير ذلك من العبث في اللحية. نعم.